بداية بحب رحب بموقع النديم بجامعة البلماند وبكلية بمعهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي. أهلا وسهلا فيكم. نحن هون كمعهد القديس يوحنا الدمشقي الكلية الجامعية الوحيدة بتعلم اللاهوت الأرثوذكسي باللغة العربية في العالم. في كليات كتير بكل العالم بكل الدول، ولكن باللغة العربية كجامعة مستوى جامعي نحن الكلية الوحيدة. من شهر صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر عيني عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي. أنا موجود هون كأستاذ من سنوات عديدة، وكمان بمجلس المعهد يلي بيدير شؤون المعهد، وهلا انا دوري انه كون العميد. نحن عندنا هون دائما عدد معين من الطلاب، فينا نستقبل عدد معين من الطلاب، لانه الطالب بيجي لعنا بيقعد بيسكن منامه واكل وشرب ودرس حتى يعيش حياه اكليريكيه ويتعلم اللاهوت نوعا من تحضير للخدمة بالكنيسة، لأن الخدمة ليست فقط معرفة، فيها أيضا الحياة الصلاة تحت كنف دير سيدة البلماند المركز الروحي المشع في المنطقة. فدائما عندنا على مستوى الليسانس 65 محل نقدر نستقبل فيهم، بيكونوا دائما ملانين. وعندنا على مستوى الماستر ان ثيولوجي بيكون 15-20 طالب عم يتعلموا بالسنتين، وعلى مستوى البي اتش دي عندنا ايضا عدد من الطلاب حسب بيتراوح، هلا في خمسه معقول يكونوا اقل او اكثر فيما بعد. فهيك معهدنا بيخدم التعليم اللاهوتي في بطريركيه انطاكيا. معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي هو كليه في جامعة البلماند، يخضع لكل القوانين والشروط الأكاديمية المفروضة في جامعة البلماند، ويشارك أيضا في مجلس الجامعة في القرار وفي كل اللجان الأكاديمية في الجامعة. وفي الوقت عينه بما أنه كلية كنسية تخضع لصاحب الغبطة والمجمع المقدس، له بعض الخاصيات من الناحية الكنسية أيضا، لأنه هو منه كلية للعموم مما بده يجي بيتعلم فيها وبيدفع مصاري لا، هي مثل ما قلنا كلية مجانية، معهد مجاني للدراسة ممول من صاحب الغبطة البطريرك، فبتلاقي له خاصية كنسية، ولكن أكاديميا هو جزء لا يتجزأ من جامعة البلماند. معهد اللاهوت تأسس قبل جامعة البلماند، وكان هو النواة كما في كثير من جامعات العالم. معهد اللاهوت كان النواة لتأسيس جامعة حوله. للمصادفة مثل هذه الأيام سنة 1970 بدأت تعطى الدروس في هذا المعهد على المستوى الجامعي، فبالتالي نحن بهذا الشهر وهذه السنة دخلنا في التعييد لليوبيل الذهبي. ولكن قبل أن يصبح هذا المركز كلية جامعية كان دائما هناك مدرسة إكليريكية في دير البلماند، فنحن استمرارية لهذه المدرسة الإكليريكية الأنطاكية العريقة. وكما سبق وقلت معهدنا يخدم التعليم اللاهوتي لكل الانتشار. في عنا طلاب من أستراليا مرورا بأوروبا، دول أوروبية عدة، والولايات المتحدة وكندا، وصولا إلى أمريكا اللاتينية إلى الأرجنتين. في عنا طلاب من المكسيك، من
مرق من غواتيمالا، من هندوراس، من الأرجنتين وعدة مناطق. فهيك نحن بنحس حالنا أنه في عنا بركة كبيرة أن نستمر في الإشعاع الأنطاكي إلى العالم. ليه؟ لأنه مدينة أنطاكيا عندما تشتت الرسل بسبب اضطهاد المسيحيين في أورشليم واليهودية، نسمع أنه جاءوا إلى سواحل فينيقيا ووصلوا إلى أنطاكيا التلاميذ بالاثني عشر بأورشليم، ولكن التلاميذ الأوائل جاءوا إلى أنطاكيا، وهناك لأول مرة بشروا في أنطاكيا اليونانيين، يعني اللي عندهم ثقافة اليونانية من غير اليهود أو يهود بيحكوا يوناني، بشروهم وتحولت أنطاكيا إلى مركز البشارة في كل العالم. نقراها بسفر أعمال الرسل، لما كان برنابا على رأس المبشرين في أنطاكيا واستدعى شاول من طرسوس لكي يأتي ويساعده، وكانت هذه السنة الذهبية للمسيحية، ودعي التلاميذ أول مرة في أنطاكيا مسيحيون، وبدأت إرسالية الرسول بولس مع القديس برنابا من أنطاكيا. تجهزوا في أنطاكيا وأرسلوا من كنيسة أنطاكيا إلى قبرص وآسيا الصغرى كرحلة أولى، وبعدين رحلات أوسع إلى أخائيا ومقدونيا، وصولا في الأخير إلى روما التي كانت عاصمة الإمبراطورية. فأنطاكيا كانت دائما مشعة، وهي أعطت البشارة إلى كل العالم. ونحن اليوم نحس كمان عنا هذا الامتياز المبارك أنه كمان نحن نعلم اللاهوت في اللغة العربية إلى كل الذين يخدمون في العالم ويحتاجون إلى اللاهوت في اللغة العربية. طلاب معهد القديس يوحنا الدمشقي عندما يأتون إلى المعهد بيكونوا معظمهم منهم مرسومين كهنة أو شبامسة، بيكونوا علمانيين، ولكن معظمهم يأتون يعني بنية أن يتكرسوا في خدمة الكنيسة، فأصبحوا فيما بعد كهنة وشمامسة ومطارنة، مطارنة المجمع الأنطاكي الأرثوذكسي، معظمهم من خريجي المعهد. وفي سنة 2013 انتخب لأول مرة خريج من معهد القديس يوحنا الدمشقي وعميد لمرتين لمعهدنا غبطة البطريرك يوحنا العاشر، فكان أيضا من خريجي المعهد بطريرك عنا صار اليوم، وكما سبق قلت كان مرتين عميد المعهد. فبيجوا الطلاب بنية أنه يتكرسوا، فمعظمهم بيصيروا كهنة، وفي ناس بيصيروا أساتذة بيعلموا بالجامعات أو بيساعدوا بالتعليم بالأبرشيات، وفي عنا أيضا خريجات لمعهدنا درسوا فيه ويعملون في الحقل الكنسي الآن. الدراسة في معهد القديس يوحنا الدمشقي مجانية تماما، مع الإقامة والطعام والدروس ما في أي بدل يدفع. صاحب الغبطة البطريرك هو يتكفل بكل مصاريف المعهد، فبالتالي ما عندنا أي صعوبة مالية مع الطلاب. أكيد في صعوبات أنه بهالفترة الليرة اللبنانية عم تخسر من قيمتها، وصار المطلوب من مداخيل يلي هي بالعملة المحلية أنه تتغطى تكاليف بالدولار كليت عم تكون مقرشة على الدولار. أكيد هيدي صعوبة كل المؤسسات العلمية الأكاديمية الجامعية بتواجهها اليوم. وكمان عنا حاليا بسبب وباء كورونا صعوبة أنه نجمع طلاب يعيشوا سوا مع بعضهم، في دروس بياخدوها بالجامعة مع طلاب تانيين، بدهم يروحوا على المحلات المجاورة على الرعاية على أشياء يعني
عندهم صداقاتهم هون بالمنطقة، بيعيشوا يعني بالمعهد وعندهم صداقاتهم ونشاطاتهم الكنسية، في صعوبة إنه نجمعهم مع بعضهم هون. كل الظروف بسبب كورونا عم تشكل صعوبة لكل المؤسسات الأكاديمية، ونحن بشكل خاص إنه عنا طلاب بيجوا من سوريا وبيجوا عبر مطار بيروت، فالحدود المغلقة أيضا تشكل صعوبة. إن شاء الله نتخلص من هذه الجائحة بسرعة ونرجع لنشاطنا الطبيعي. هلأ عم نعلم أونلاين، نستعمل برامج على الإنترنت حتى نوصل لطلابنا ونعلمهم، نشكر الله الأمور ماشية. نشاطاتنا السنة أيضا بدها يعني تنسجم مع الوضع مع جائحة كورونا. نحن بيكون عنا مؤتمرات، بيكون عنا أساتذة زوار، بيكون عنا سفر لطلابنا يعملوا دورات مختلفة بلغات أجنبية أو بالموسيقى ترتيل. بيروحوا سنوياً، طلاب بتروح على رومانيا، طلاب بتروح على اليونان، طلاب بتسافر على روسيا فترة من طلاب بتروح على فرنسا كل سنة بيعملوا دورات ببزونسون بالفرنسي. هيدي توقفت كليتها، ولكن نحن مستمرين، رح نتعاون مع أساتذة بالخارج يعطوا محاضرات عبر الإنترنت أيضا. ومثل ما سبق وقلنا نحن عم نحتفل باليوبيل الذهبي، فمحضرين أيضا ندوات شهرية رح يشارك فيها من نخبة اللاهوتيين كل العالم، رح تكون عبر الإنترنت. الأساتذة هون بيجتمعوا مع بعضهم، والطلاب كل واحد ببيته، وكل من يريد أن يشارك في هذه الندوة يمكنه أيضا أن يتابعها من منزله، والمحاضر بيكون من مقر سكنه أيضا وعمله على الإنترنت. يعني عم نحاول أنه ما نوقف، نضلنا ماشيين لقدام بالرغم كل الصعوبات في سنة 2020 اللي عم تواجه هذا البلد.